إلينا من أمام المحكمة الاتحادية العليا ندى الرئيسي. ندى، كيف هي الأجواء لديك؟ نعم طارق، نحن أمام المحكمة الاتحادية العليا، يعني وقت قليل يفصلنا عن النطق بالحكم في قضية شغلت الرأي العام، تابعها المجتمع المحلي والإقليمي والدولي. يعني قضية تعتبر لأول مرة تحدث في دولة يتصف أو تسعى قيادتها إلى توفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرضها. نحن الآن بانتظار الوقت القليل للنطق بالحكم. تم طبعا إحضار المتهمين في القضية، متواجدين حاليا في قاعة المحكمة أهالي المتهمين، هناك الإعلاميين، الحضور هو الذي المعتاد يعني تواجده طوال هذه الفترة، هي الجلسات 13 جلسة طوال هذه الأشهر الماضية. إن شاء الله وقت قليل وسنوافيكم مباشرة بالنطق بالحكم لهذه القضية، قضية التنظيم السري الغير مشروع في دولة الإمارات. نعم ندى الرئيسي، شكرا لك، والآن نعود.